فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الدعاء بهذا اللفظ: اللهم إني أتوسل إليك بحبك لعبدك فلان؟ وش هذا الكلام هذا؟ اللهم إني أتوسل إليك بحبك لعبدك. أنت وش عليك من فلان؟ أنت وش عليك من فلان؟ هل الله يحبك؟ أما حبه لفلان هذا لفلان، لها ما كسبت ولها ما اكتسبت، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فكل إنسان عمله له. فتوسل إلى الله بأعمالك أنت، لا تتوسل بأعمال فلان. نعم. أو توسل إلى الله بحبك لله أو لرسوله، تقول بحبي لك أو بحبي لنبيك، هذا عبادة لا بأس، توسل به ما كان منك أنت، توسل به من الطاعات، ما كان لغيرك فهو له، ولا تتوسل به. نعم.